انا هذا المشكل نهار اللي مرضت مرت ولدي مشات تولد جا خطا طبي مرضت دخلت في الكوما بقاو داك الوليدات معايا بقات هذيك نعسه في الطبيب في الكوما 4 شهور نعس معاها في المركب قابلتها امها كتجي امها من طرف وانا من طرف حتى النهار اللي واحد النهار جات امها قالت لك هاد البنت انا خصني ندي بنتي عندها غير ديك البنت الوحيده كانت داها ضايفه في العيد شدتها امها ما بغاتش تعطيها له بقاو البنيتات معايا بجوج بقاو البنيتات معايا بجوج زينب كانت عاد خلقت وايمان كانت في عمرها 6 سنين كانت مقيده امها في المدرسه تقاطعت على المدرسه ملي مرضت امها منين ولا في عمرها 7 سنين وقعدت انايا وجات امها من الطبيب وداك الشيء وليت رديتها للمدرسه حولتها من داك المدرسه كان جيت للواد رديتها للمدرسه الفوق في راس عوين الحجاج بقيت كندي داك البنيته ونجيبها كانت في عمرها 7 سنين مقابله داك البنيته الولد كان كيقرا في المدرسه هذا عمها اللي متهمه راجلي كان باقي حي راجلي انا صعيب وصارين ما كيفل حتى شي حاجه وانا ديما في الدار ما كنخرجش انا ما خرجت للموقف حتى مات الراجل ديالي وهذوك البنات كانت في عمرها 9 سنين داها باها والصغيره كانت ما مكملاش حتى 3 سنين ونص داهم الصغيره كانت مريضه بلا جلوتان نعس معاها في كوكار داويت جريت في سبيل الله ان كلشي تخلى على داك البنيتات حنا هم مريضه بالسرطان قالت لي انا ما قدرت لهمش غندي غير بنتي شديت البنيتات هي شدت بنتها بقاو داك البنيتات منين مات الراجل ديالي هذه 4 سنين باش مات الراجل ديالي دوزنا خمس شهور انا كنخدم في الموقف واحد النهار قال لي غادي ندي بناتي داهم قلت لي خليهم وليدي خلط قال لي انا غادي نتزوج قلت لي علاش كنت كنقول لوليدي تزوج انا ما ربانا نموت مريضه بالراس ولا خلط عليا واحد النهار قال لي انا غادي نتزوج قلت له فيها خير البنيتات هنا شديتو دخلت به لذاك البيت اللي عندي ليه باش مال البنيته زعما ما نهضر غير بيني وبينو انا كنهضر مع ولدي وهو كيسجنني ما فهمتش علاش كنهضر مع ولدي وانا كيسمعوني وحدين اخرين قلت له وليدي هاد المراه اللي غتجوج قال لي ما قلتيش شكون قلت له ولدي راك كتعرف راه في عمرك 37 36 راك عارف قال لي غنجوج بفوزيه اللي كريم عندها الكراج والله يسخر قلت له وليدي هاد فوزيه واش عندها الاولاد ولا البنات ولا شنو عندها شي وليدات قال لي عندها قال لي علاش قلت له واش ولاد ولا بنات هذا هو الخطا اللي الا كان خطا انا درته قال لي علاش كتسولي قلت له سولتك قال لي عندها اولاد وعندها بنات قال لي علاش كتسولي على الاولاد قلت له كانوا عندها الاولاد خطر على بناتك قلت هاد الهضره قال لي ولا كانوا انا اللي عندي الاولاد ويا البنات قلت له الاولاد غيكونوا خطر على ولادها قال لي حتى لهاد الدرجه قلت له حتى لهاد الدرجه وليدي الا غتجوج خلي هاد البنيتات الاغتصاب ديالهم انا ما فهمتش داك البنات كي دايروا تغتصبوا ما فهمتش الاغتصاب ديالهم ما عنديش خبر على الاغتصاب ديالهم انا ما كنتفاجئ تفاجئت عيط لي عيط لاختو قال لها راه حنا في الطبيبه شنو عيطت مرتو قالت لها ايمان تغتصبها ولد الجار كانت بعدا قبل دارت قصيده قالوا ضربتها الطوموبيل قالت لي بنتي راه تشبك الليل هذا ما غادي يمشيش حيت عييت كنرغبو عييت بزاف كاين تراهم لي ميدي هذا عييت كنقين نبكي ونبات نبكي هي هذيك قالت لها راه دارت قصيده طلعت عندها البنت للطبيب انا ما طلعتش شويه قالوا راه دخلت العمليه داوها للطبيب كلينيك داو لها العمليه هذا اللي عندي عليه الخبر ملي خرجت قالت لي البنت امي حشومه قلت يلا مشيو مشيت فعلا لقيت البنت مع لقا يديها ما عرفت لا حديد ولا ماشي حديد دوزنا يلا ما كامله السيمانه عيطات قالت اغتصبت اغتصبها ولد جارها في المركب ناعسه خيزو ما خيزو بحال هكا طلعت البنت ما كذبش عليك ما طلعتش حيت كنخدم في الموقف كنجي مهدوده وعيت بداك الخض والرد عيت هي هذيك مور داك الشيء ما كملاش حتى 4 ايام عيط لي هو الو امي لو نعم قال لي قول لحمد يهرب قلت لي علاش قال لي ايمان صرحت بين حمد اغتصبها ملي كانت في عمرها 7 سنين قلت له انت متاكد بهذا الشيء انت عارف بلي احمد اغتصب اختك قال لي قلت له قول له يهرب قلت له ما يهربش ولدي كان هود في العيد كيخدم في الحسيمه هود في العيد العيد الكبير كان قاعد قلت له لا ما غادي يهربش خليها تقول قال لي غيجيو البوليس يعتقلوه قلت له مرحبا بلا ما يجيو البوليس حنا غنهودو هود الولد هود الولايه مشى الولايه عطى التصريحات ديالهم قال له هذا الشيء انا ما عمرني درته ما عمرني شفت راه قدام البوليس لا غدا صنع عليا قال لي امي قلت له نعم قال لي اجي عندي دابا قلت له شنو واقع قال لي دابا كيبكي انا يا شديت الطاكسي من هنا كنرغم في الطاكسيات كنقول لهم فلوري كيقول لي لا عطيت لهم الطاكسي 500 ريال وصلني مون فلوري قلت شي حاجه وقعت شي كارثه وصلت دخلني للحانوت كاينه معاها مرتو ربي شاهد عليا قال لي امي قلت له نعم قال لي امي انت ما بغيتكش تمشي للحبس كيبكي قلت له علاش يا حسين اش كاين قول لي شنو كاين خلعتيني
راه اليوم عندنا خصنا نهودوا الولايه. قال لي ايمان راه كتقول انت قرصتيها بالبانس ضربتيها بالموس درتي لها. قلت ليه انا هادشي كنت قلت له انت عارفني انا درت هادشي. بقى ساكت ما قدش يهضر. مرته واقفه قال لي شوف نقول لك اللي كان مكتب لي الحبس مرحبا انا هادشي ما دايرهش وانا بريئه قدام الله وقدام العبد بريئه. ولا بغى شي واحد يقول شي حاجه يقول له انا الولايه هو دالها دابا حيت راه جاني الخبر بلي خصني نهود الولايه. قالوا لخوك هود انت امك. عمها ما عمره يغتصب وهذاك الولد ما كيهضرش حتى الهضره. وهذاك الولد اللي كتقول ليا تغتصبت شحال كان عنده داك الساعه في عمره 15 عام هي كتقول لك عندها 7 سنين تغتصبت كذوب في كذوب. وماشي داك الولد ديال داك الشيء. هذاك الولد واش باغيين يحيدوه حيت هو اللي بقى كيعاونني على الوقت كيعاونني على الزمان حيت انا مريضه كنشرب الدواء ديال الراس كنخدم غير في الموقف كاين غير هو واحد البنات كيعاونوني كلشي مجوج كلشي بحركه مع وليداتو الله يعاونهم. هذاك الولد هو اللي بقى كيعاونني على الزمان انا متعاونه انا وياه على الزمان. واش بغاو يدمروا داك الولد الله اعلم. واش ما فهمتش ما فهمتش انا هاد البنت كانت كتقول لهم الميمه جابت لكم السحور الميمه جات لهنا وانا ما عمرني مشيت لهم في الوريكاع الله شاهد. ومهما قلت للبشر ومهما درت انا المبررات الله شاهد عليا. هذيك البنات ربيتهم حملتها غسلت لها فركتها طليت فيها داهم باهم صحاح. جيران هنا يديروا بحث الى واحد من الجيران صغير ولا كبير قال لك انا ديال هذا الشيء يدير فيا القانون اللي بغى. ما عمرني اديت شي واحد. انا نقول لك انا راه قلت لك 10 ديال الاولاد واحد مات وربيت 5 بنات واربعه دراري منهم هو واحد. وحفيظه حفيظي عندي 12 منهم زين باللي ماتت و11 باقيين حيين 12 حفيظ كلهم ما اديتهمش. تربات معايا بنت البنت الكبيره اكرام تربات في وسط عمامها عندها 20 عام هذا العام. بالحقيقه ماشي هي هذيك الحقيقه كيعلم بها الا الله سبحانه عز وجل. هما باها اللي داها باها مسؤول بيها باها اللي خصو يقابل بنته باها منين ما قادش بهم علاش داهم. قلت ليه الا ما قادش بهاد البنات هربت البنت راه النهار كله هي في الشارع ستوبات جات حتى الليل وما كيقلبوا عيطوا لي قلت لهم ما جاتش عندي. كانت كتهرب وتجي عندي كيجيو يديوها كيخلوهاش حتى هذا كيعيط كيقول لي واش جات كنقولها هي جات كيجي يديها. تهمت بالله جابت لي الفلوس كذوب المره الاولى قالت لك 24 انا في الخدمه لقيت الجيران هنا مقلوبين الدنيا مقلوبه بالجيران وانا في الخدمه. قال لك راه قالت هربت ب 24 ما كاينش. التالي ملي كيديوها هنا كتسكت ملي كيديوها كتقول كيقول لك راه قالت لك عطاتها لك ما جابتليش. المره الثانيه بقيت كنغوت في الدرب قالت لك جابت لي 76 ما كايناش. كنقول حسبي الله ونعم الوكيل وكنقول يوقفوا هذه المهزله وكنقول راني ام وحشومه عليهم وانا راه ما دايرش هذا الشيء وكان هذا الشيء ديالي راه ما يهمنيش. انا راني تصدمت تخبطت من اقرب الناس ليا ما نويتش انا ولدي غادي يخرج فيه هادشي كله وغيدير هادشي كله. تقهرت ما بقيتش كناكل ما بقيتش كننعس ما بقيتش وحشمت بهادشي حشمت. هذا اتهام خطير. في التالي ملي خرجنا براءه حقوا معنا البوليس حقوا معنا الجندارما واحد كرفيصه ما نقولكش كنبكي في المحكمه كنطلب الله كنطلب ما انا ما عرفت حتى شي حاجه من هذا الشيء كله ما دايره حتى شي حاجه. كنعس كنحط راسي للخديه راه ما كنعش كنبقى راسي كيبقى كيتشي بيا الفراش كنعيا نسول علاش ما كنلقاش الجواب. الرساله اللي كنقول لولد ديالي الله يرد به الله يرجع به وراني كنبقى مو ملي كنقولوا في المحكمه حسين وقف هذه المهزله شنو هذا الشيء كيقول لي ما داير لك والو. شكون اللي داير هذا الشيء؟ الا ما دايرش هذا الشيء شكون دايره؟ يشوف شكون داير هذا الشيء يشوف فين كاين المشكل. هذيك بنته انا مو هو المكلف بنته. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. هادشي راني ما درتو لا انا ولا داك الولد. حنا راه حنا بارئين قدام الله بارئين وقدام العبد يقول اللي بغى اللي عجبو شي ما يقول يقولو. وهادشي راه حرام وهادي راه شوها وهادشي راه ما بغيتهاش وما رضيتش بها وما دايرهاش. الله يهدي الجميع واللي داير هادشي الله يبين فيه الحق الله يظهر الحق الله يظهر الحق. وانا ظلموني ظلموني وحقروني وراني مريضه مرضت حتى خدمتي ما بقيتش كنمشي ليها كنخدم غير في الموقف كنجيب داك الجدريه ديال الموقف كنصيرها لا غدا كنصبح في الموقف كنكون خدامه خدامه في الخدمه تكتجمعوا عليا الناس كنبقى نبكي كيقول لي واش هذه بنت ولدك. كنقول لهم بنت ولدي راه حرام هذا الشيء راه حرام هذا الشيء. هذا الشيء اللي داروا راه ما يبغيها لا الله لا العبد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.